ابيض. عم زيزو عم زيزو عم زيزو عم زيزو، بقول لك ايه؟ ايه اهم حاجه بس عم زيزو يا ابن اسكت اسكت. طب انا كنت عايزك في عايز ايه؟ عايزك في نقطة على عايز جنب. ما احنا على جنب اهو، مفيش حد غريب. ايه دلوقتي انا هقول ايه؟ خلص. طب بتسمعني؟ طيب بسمعك دلوقتي. انا وانت سامعك اهو، انا وانت العين علينا. يعني انا وانت في سكه العشقين، يعني انا وانت خلطت حابي والحريم لا على بارد ولا على حابي. انا مش فاهم حاجه، انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله ده. طب انا بفهمك اهو. ما تخلص دلوقتي. البت سميره بنت شبر الممدود اللي انا ماشي معاها وهتجوزها دي سرقت لباس من لباساتي وخدته. إيه؟ سرقت لباس من لباساتي وخدته، راحت تعمل لي بيه عبل. شافت مين عند الراجل اللي بيعمل العبل؟ مين؟ سرقه بنت الحاج شرشابي. بتعمل ايه يعني؟ بتعمل ايه؟ قلت لي بتعمل ايه؟ رايحه تعمل لك انت عبل. تعمل لي انا؟ تعمل لك انت. وانت ايه اللي عرفك انها بتعمل لي عمل؟ بل بنت سميره لما خدت اللباس بتاعه وراحت بيه للراجل شافت سناق بتعمل لك انت عبل. انا مش فاهم حاجه. دلوقتي سناق بنت الشرشابي انا مش فاهم حاجه منك. انا بحكي لك اهو. فكنت دايما هنا في يوم ودخلت عليا سناق بنت الشرشابي في ساعه فجريه ومعاها ازايز كحه وقعدت تطلقها. ازايز دواء كحه وقعدت تطلقها وتقول يا ادم يا حواء اطلعوا بالداء. انا قمت ايه فطيت نطيت ريحه في وشها. هو ايه اللي ودى البنت سميره هناك؟ سميره مين؟ سميره بنت شبر. ايه اللي وداها اصلا هناك؟ ما انا بقول لك سميره سرقت اللباس من لباساتي وراحت تعمل لي عبل. كايه يعني؟ كقطر. كقطر كقطر. سميره دلوقتي سرقه بنت الحاج الشرشابي شربتني بالدواء الكحه ده وقالت لي ما تقولش لزيزو ان انا جيت اعمل له عبل. بصراحه انا اتسطلت عمل معايا دماغ، رحت قابب تاني في الكرتونه، بس انا حبيت اخلص ضميري ونيتي واقول لك وانت الله يكون في عونك. يعني ربنا يستر طريقك. بكره اشوف انت بتعمل ايه. اركن العربيه دي. بس 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 يخرب بيتك هتبوظها. لا حول الله يا رب. يا ست الكل بقول لك اخرها كده. هو كل زبون جاي عشان في 20 30 جنيه في الحته؟ الحته ما فيهاش اكتر من 10 جنيه ياما. يا اخويا بيع بقى وخلي وشك سامح، ما انتوا كنتوا عاملين عليها عرض. العرض ده ياما كان الاسبوع اللي فات وخلص. خلص خلص. النبي لا تهدي نفسك لا يطق لك عرض. النبي عندك حق هيطق له عرض. ما تبيع لها يا عم عطيه، بيع لها خلينا نستفتح. حاضر يا ست سناء. ربنا يخليك يا معلمه. يا عسل انت تعيش. سناء. نعم. سناء ايه ده؟ ايه ده؟ انت طلعت حقيقي مش تهيؤات. سناء انا. انا ايه؟ انا عايز اعترف لك اعتراف. اعترف. فضفض يا اخويا. تعال انت لحقت. محرك. ما تتحركش. اقعد اقعد، اصل ده كرسي الاعتراف. اقعد قول. سناء. ايه؟ لا مش قادر ابص في عينيكي سناء. ليه يا اخويا؟ هو انا دايخ ولا ايه؟ اجيب لك يا اخويا ميه بسكر. لا انا عايز مانجا. هاتي عطيه اربعه مانجا بسرعه. اربعه مانجا بسرعه. حاضر حاضر. ايه؟ انا ليه ما نمتش من امبارح يا سناء؟ ليه بفكر فيك طول الوقت؟ ليه شريط ذكريات بيعدي من قدامي؟ سناء سناء سناء. بركاتك يا شيخ دردوش. كمل يا اخويا. سناء انا مش عارف ايه اللي حصل لي، متلخبط كده. بعدين اول ما شفتك حسيت ان انا متكهرب وجسمي مقشعر، وبعدين متلخبط كده وحاسس ان في كلام محشور في زوري مش عايز يطلع. بقول لك ايه؟ انا بقيت ست عمليه وقلبي جمد وقسي كده ونشف، وانا مش بتاعت الكلام ده. ابعد عني. سناء ارجوك انا عايزك تحترمي مشاعري. بقول لك ايه؟ هتقعد تقول لي بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك وهنتحر لو ما رجعتليش. انا ما بحبش اسمع الكلام ده وما بحبش الراجل الضعيف. وبعدين ما انت كان في ايدك الكنز الاستراتيجي ده كله وانت اللي ضيعته. سناء. ايه يا زيزو؟ انا هنا. بس انا مش قادر ابص في عينيكي، مش قادر ابص في عينيكي. انت عارفه انت بالنسبه لي ايه؟ ايه يا زيزو؟ اختي. والله يا سناء، واكتر من اختي كمان. اختي يا ابن عواطف. بقى بعد كل ده واختي يا ابن عواطف عمت. انت زعلتي ولا ايه؟ زعلتي؟
بقى عمال تبرق لي ومشرنق لي وفي الاخر اختي. امشي اطلع بره كده يا سناء. ماشي، وانا اللي كنت مالي عليك في حتتين بضاعه تفك زنقتي في السوق بدل الخنقه اللي انا فيها، تعملي معايا كده؟ الله يسامحك، انت كنت الاكس وايف يا بت. بلا اكس بلا وايف، عمال اجيلك يمين وشمال، طلعت لي في الاخر محمود ياسين من خيط الرفيع. امشي. ماشي يا سناء. على فكره عايز اقول لك، انا عايزك لما تروحي بعد كده تعملي لي عمل، ابقي خدي حاجه من القطر. ها، خدي حاجه من ايه؟ من القطر. يخرب بيت امك، انت لا عارفه اجيبك بعمل ولا باي مصيبه. ما تجيبش المانجا. ضحك وضحك. انت اللي عارف الضحك والضحك. ضحك والضحك. ايه ده؟ ايه ده؟ نار! نار! ايه؟ بتعمل ايه يا صداعي يا بنت الشلتابي؟ اخو سواد! عايزة تفتح البحر وفك صغير يا عزيز الله! سواد اخلص سواد! اخلص! اخلص وهديك 200 جنيه! 200 جنيه؟ وتاخد شوية؟ ايه ده؟ مش عارفة. كيميا؟ حلوة دي، بنت صيدلية صيف؟ طب انا عايز ازازتين بالدول وبتين جنيه وثلاث جويتات. طيب ماشي. وهل بقى انت شفت سناء؟ سناء بيت؟ سناء بنت الشلشابي؟ ولا شفتها ولا في الحلم. يلا بينا بكره ازازتي ب 200 جنيه. مالك كده اهوت هيمنه وسرحانه على طول؟ اللي مضايقك؟ بتاخدي موزه؟ الواد ابن عواطف مش عايز يجي. اعمل ايه؟ يا بختك ويا حظك، على رأي المثل جت الحزينة تفرح ما لقت لهاش مطرح. يكون الراجل اللي اسمه دردور ده طلع ونطجي الظهر كده وهو كله من مجايبك السودة. انتي قاعدة بتعملي ايه جنبي؟ انتي مين؟ اطلعي برا. يا لهوي، هي على طول مظلمين عليا، كانت هي ولا ابوها. اطلعي برا اطلعي برا، طلعي ثانوية زي. انتي بتقولي ايه يا ولية انتي؟ لا بقولك تاخدي موزة. امشي اطلعي برا. امشي اطلعي بقى، هاتي موزه وامشي اطلعي بره. كله اجيبك ازاي يا ابن عواطف؟ اجيبك ازاي؟